الدنيا عم تشتي ومغيمة هيك وهوا وبرد قال. عم شو شفت بعدين شفت الدنيا عم هيك بلون نور، آيات قرآنية كلها، كل آية تطلعها أراها، كل آية. بعدين بعد شوي شفت جمعة ناس كبيرة، بعد ما شفتها جمعة الناس قام اجت لي وحدة لابسة أبيض أول مرة بشوفها، قام قالت لي ليه أنت ما بتصلي؟ صلي. قلت لها أنا ما بعرف أصلي، طيب علميني. قالت لي طيب تعالي أعلمك. قال بعد ما علمتني قال صرت أصلي. بعد شوي رجعت أشوف هالجمعة أنا، قول يلا شوفي، يقولوا لي شوفي في نصر، إحنا انتصرنا. أنا قلت مش معقول بهالسرعة هاي، قال إيه انتصرنا. لما تعلت وصارت بقفا الوادي، ندهت عليها أمها بصوت يا ولدي، يا لهلي يا لهلي مين عادي يجاوركن، يخلف عليكو وتضلوا ع سعادتكن. يا لمي يا لمي لا تبكي تبكيني، نزلت دموعك على خدك كويتيني. يا لمي يا لمي لا دمعة ولا دمعة، خي حنيني زوري يوم الجمعة. يا لختي يا لختي حشي لي مخداتي، طلعتي من الدار ما ودعتي خياتي. حنيتي دايا ولا حني تصابيعي، يا محلى النوم بفايل مرابيعي. بلدنا بفلسطين اسمها النعم. ابوي بالسعوديه بيشتغل معرض مفروشات، امي بتروح عنده بتيجي، يعني كل فتره بتروح بتقعد شهرين هناك وبترجع لهون. احنا اربع بنات، أختي الكبيرة متجوزة، جوزها بداس، هاي جزيرة بأبو ظبي، هالجزيرة فيها بترول ومصافي، هالجزيرة ما بتدخلها إلا الرجال، ممنوع يعني النساء تدخل ولا بأي شكل. بيجوا يعني اللي بداس بيجوا كل ثلاثة أشهر مرة بيطلعوا من الجزيرة، يعني بيطلعوا إجازات. أختي الثانية ازدهار متجوزة، متجوزة واحد من الضفة وهون ساكنة هون. أنا اشتغلت بالمقاومة فترة طويلة بالعمل الاجتماعي والعمل السياسي، يعني كل العمل كل أشكاله. بكرة بدي أنزل على بيروت، بدي اجيب جواز سفر لاني مفكره اسافر. يعني ليش بدي اسافر؟ مش يعني اهم شيء، المهم اسافر. يعني رغبه عندي، رغبه كبيره اني اطلع. اختي الرابعه انتصار
هون معنا وتدرس بالجامعة. اخوتي الشباب، اخوي الكبير بليبيا نصري كان بالمقاومة وإسه بلندن. نزار استشهد الثمانية واربعين، طلعنا من يافا بلانش سمك وقاطر وراي فلوكتي يافا، واجينا فيها في البحر لسور. وصلنا عجز لمينة سور، دخلنا على مينة سور تحت الموت. صرت اتردد على صيدة ولقيتها مناخها زي مناخ يافا بالضبط، فاستقريت فيها وقعدت اكسح على الصيد في فلوكتي. صرنا نلاقي عقبة من الحكومة وأوقات تمنعنا عن الصيد بطلب إنه تغيير الفلايك نمرها من فلسطينية إلى لبنانية، وصرنا نكسح باسم لبناني حتى وصلنا إلى مرحلة إنه ما نقدرش نكسح بسبب الأحداث وضرب الزوارق الإسرائيلية لبعض الفلايك الفلسطينية واللبنانية. وصدفت في الأحداث اعتقلت في أحد البلاد العربية لمدة 4 أشهر، وطلعت من السجن من الاعتقال لقيت الفلوكة تبعي مكسرة ومحطمة على الشط. متألقا في زيه حربي لم يتعب ولم يهدى ويلعب طب كل لاعبين على المكان فغادر الميدان. حبيبي هذا سلاح، حبيبي يا عيوني هذا سلاح اللي اشتغله ابني بايده، شايفينه شو هو؟ حديد، منه حديد، منه بقاوم، منه بقاوم كمان، منه كمان بيقتل العدو. نحن حاملينه ذكرى الشهيد الله يرحمه. طيب كيف صار هذا السلاح؟ صار عملوا حديد عند الحداد، هو من 10 12 سنة قبل ما صارت الثورة، وها ما بدي اقول لك يعني قبل ما اجت الثورة على المخيمات على البلاد اللي انتشأت الثورة، قبل ما انتشأت الهدي كان عم يشتغل فيه هو بالمدرسة. ما كان عندنا فكرة بدها تصير ثورة وإشي، بس هو عقليته وهو ولد كان عم يشتغله. ما بعرف رحمة من الله اجته هيك انه في بدها تصير ثورة يحرر بلادهم إشي، واستشهد الله يرحمه. بيشتغل هذا السلاح كيف بيشتغل؟ بيشتغل 7 ها بأول 7 هيال كيف بيحمى بالإيد، بيحمى بالإيد، أنا أوست فيه بيحمى بالإيد كمان. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على كيدا. شفت بنوم خير والصلاة على النبي ان انا بشارع اللي كنا ساكنين فيه، وهذا الشارع بقولوا له حارة المجادلة بعكا. قالوا معي نسوان، النسوان هدول من هون لبنانيين، بس قال اخذتهم معي لافرجيهم كيف فلسطين. لما كنت بقلعة الشقيف
كنت بس أزهق هيك عند المساء، كنت أطلع أقعد مع الحرس بالمراقبة فوق على ظهر القلعة. كنت أطلع بالمنظار أشوف المطلة وأشوف كريات شمونة وأشوف صفد، بس كنت أشوف الضواو يعني وأنا بعيد. لما رحت أنام شفتهم بالمنام حقيقي، يعني شفت حالي هيك بين بيوت زي المخيمات عنا. شفت حالي بالمنام، شفت جمال عبد الناصر بالمنام عم بقول يلا بدنا نروح نحارب بفلسطين. وصلنا واحنا رايحين، وصلنا على النبطية هناك يأشر على فلسطين، قال هون بدنا نفوت. طلعت لفوق فشفت شابين جايين، طلعت فيهم مزبوط، طلعوا الأخ عبودي والأخ رستم اللي كنا سوا بالأرض المحتلة، نزلنا عملية داخل الأرض المحتلة. فسألتهم كيف انتوا هون، من انتوا استشهدتوا، كيف اجيتوا؟ فقالوا لي احنا ما استشهدنا، احنا بعد ما انتهت المعركة اتخبينا وهلأ وصلنا. احنا ثلاثة اللي مفروض نقص الشيك ونوصل الشباب، نزلت انا وكمان واحد على اساس نقص الشيك، والثاني ضل حراسه لانه واحد كان بيحفر تحت الشيك على اساس يسهل القطع على الشيك. فالمهم تم بعد يعني ساعتين ونص من التعب، وكل شوي مثلا كل شيء ربع ساعه او نص ساعه تمر دوريه للاسرائيليين من الشيك وتضوي البروجيكتور، فاحنا لما نشوفه ننبطح ناخذ الارض. ثاني يوم تيجي عندي ام ربيع، فاتت هي وبنتها، لحقتها انا وقفت هون وطلعت في المراية، شفت مربيع قامت صورة حسين من بين الصور وبتقول لبنتها هذا هو. رحت على المكتب قلت له حكون الصراحة حسين شماله، قال له يما ماله شيء، قلت له هاي طريق صورتنا، يا اللي بروح منها شهيد يا اللي بروح منها أسير، قلت له اللي بتروح إيده اللي بتروح إجره، قلت له هاي صورتنا وإحنا اللي بده يمشي فيها بده يتحمل مصايبها. قال لي حسين كمشته إسرائيل بالعملية هو والشباب. أبو حسين الليلة شفت منام أنا نازلة عند الولد على فلسطين، أنا نازلة على الجسر شافني الضابط الإسرائيلي، قال لي أنا وين شايفك؟ قلت له ما بعرف وين شايفني، قال لي بلا أنا شايفك، قلت له شو بعرفني وين شايفني؟ عاد صفن ولا بقول لي آه أنت اللي كنا مصورينك في الجريدة وعم بتبوسي الولد الشبل، قلت له أيوه هاد أنا، قال لي يعني مش ناكرة، قلت له لا مني ناكرة، لا بدي أنكر ولا خايف. رفع إيده ونولني بالكف.
بطيخة؟ لا لا ما بنقدرش نشتري البطيخة. بدي الكيلو يما. ذرة. ايه ذرة بدنا قديش؟ بدنا 10 كيلو بيقولوا هيك يعني ذا وقال. ما ظنيش ذرة يمكن أكثر. اي والله يا الغلا 50. روحي بلا تسألي أبو عمر. البطيخة قولي له بقديش كيلو البطيخ؟ أكثر من ليرة. أعوذ بالله لو بليرة لكم أشتري بطيخة ب 10 ليرات. 10 كيلو مش معقولة بالرخص ما صرفتش. طيب يعني مين بيفوت مصاري على البيت؟ طبعا ابو عماد. قديش؟ باخذ له 1000 ليره جيش التحرير، صار له 16 سنه ضابط الكفاح المسلح. الكيلو البطيخ. شوفي البطيخ طيب. المرة اشترت، المرة معاش كافيها يعني يمكن لعندها ايه ان شاء الله ان الله راد. ايه طيب انا بعرفه والله والله عارف. حاضر تكرم يا حبيبي. بتن هات ويدي لا يبعت الله يا حبيبي. ان شاء الله بكرة بنروح على بلدنا وبنزرع ارضنا بطيخ. والله كانت عنا شلفه في البلاد هاي دائما يعني يزرعها ابوي بطيخ وفقوس بيقولوا له مت هنا. وكوسه ارض الحبل هاي اسمها، هي قطعه ارض الحبل اسمها. نزرع نصها شمال ونصها بطيخ ونص ودايرها هيك علف اللف لوبيا وفول. يعمل لنا فرافير للوبيات خففوت نكسر لنا البطيخ صغير بس. طلع احمد يا رندا. رندا ارقدي يما. احمد ارقدي اختي ارقدي. دي قلبها فقحة يا عبير. ارقدي ماما احمد على الشارع. خاف عليه؟ ايه بخاف كثير. ولا من السيارات؟ ما بخاف من السيارات. هذا حلو عن جد عبير. قبل جيبي لي احمد يا اختي. الارض كلها ماي. سيدي امي فلقها يا بنت الكلاب صوتك عالي. لا سمحنا. طب جيبي لي احمد عشان اشوف هاي الجامع القدس. اي طيب بس عرفت لي حلو. اي ارقدي جيبي لي احمد. ارقدي يا اختي ارقدي. ارقدي الله يسعدك. عمالك عليه. يا غسان اوعى يروح احمد على الطريق. يا غسان اوعى يروح. كل الضرب ولا طلعت انا من هنا. ولا طلعت. في نزل صاروخ على البيت هون على الكورني ما فقع بس نزل السطح. حيو شايف كيف صاطح السطح؟ اي من هناك حط الحيط. بعدين هاي هاي المطبعه هاي ميها. هاي بتصير بالشتاء ينزل عادي علينا. وانه لقاني شخص هو الرئيس شمعون. شمعون لابس قميص ابيض ولابس جرافي وبلا جاكيت. وقفنا بالطريق وسلم عليه. سلمت عليه وين انت؟ قلت له والله هو كان يزور. شفته طلع من بيت من اللي بيتنا بصف البيت البيوت اللي احنا فيه ونازل. كيف حالك؟ كيف سلام كذا من بين بعضنا. بعد قال لي شو انت هون؟ قلت له والله ما ساكن هون مش عارف انت. يا اخ ابو عمار يا اخ ابو عمار. التفتنا كلياتنا لبرا شو في. قالوا اجى الملك عبد العزيز بن سعود. لما قالوا اجى الملك عبد العزيز بن سعود شوي قلنا له ممكن يا عمي الملك عبد العزيز بن سعود ميت من زمان. قالوا لا تعا شوفوا هيا عينه كريمه كمان فيش له عين. وهاي الملك عبد الله جاي معاه. قلنا لهم يا عمي استنوا شوي. تفضل يا اخ ابو عمار قرب الفرج ان شاء الله.
لسة قصيف بسوق خضار أمام عربية البي بي اف رئيس. بس دقيقتين لا تحركت، ما قدرت أتحرك. دقيقتين بالضبط ضليتني واقف، ناس عم تتراكض مش عارفة حالها من صابي. بعدين تقع تصير تصرخ، الناس بدها تشيل الجثث بس فيش، يعني جثث متكاملة. في سيارة هيك تويوتا لون ذهبي، فيها جريح متصوب صدره كان بوشه. أما بطلت الدور مرتبك الشوفير والآخر، عدنا نتفش فيها. ما قدرتش أستمر أساساً، ضليتني راجع لهون. بتخوف يعني، منظر غريب الشكل. قذيفة نوعية يعني، مش زي القذائف الثانية اللي بتنزل عادة، يعني بتنتشر بشكل منثاري كثير قوي، وكانت إصاباتها يعني كثير قاتلة. تشويه كله، ما مش مركز. ومات هذا، تعرف ريس. في كمان بنت استشهدت وطفل كتفه راح. أشلاء، ما في جثث كثيرة. وليت نايم وحلمت أنا بالطيران عم بضرب بكسيف والتمانمية بتروش. شفت بيوت بتتهبط وعالم عم بتموت ميتة. زيد أنا ركضت على ولد هيك عمره سنتين وحملته. حطه معي. وين؟ حطه معي. إلا إحنا حطينا الطيارة على إيصالية 800، خبيت تحت الزتونة. رجع قصفات وقاعدة وراح عالم. ضليت أركض، نزلت بوادي لقيت عالم ميتة وعالم متصاوبة. قلت واحد شو مالكم؟ قلنا وصلنا الطيران. زيت أنا شو عملت؟ طلعت مكفة وحامل ولد. شفت أمه قدام وأنا ماشي، شفت أمه. صار يقول ماما ماما ويصيح. زيت أنا أنطيته يا أمه وروحت. ما صرت واعي، صرت تحت، صرت هيك غابة تحت زيتون. وصرت إلا رشني بالتمامية وين صدري. رشني بالتمامية، صرت أركض وما طلع دم. أركض وما طلع دم. وزيت أنا في الزيت بالليل. وشو هذا الحين؟ مرة حلمت حالي بسجن أضبانه كتيرة وسودة وفي ضباب، وكان في سجان وجهه بيذكرني بكتب التاريخ، بيشبه الأشوريين اللي كنا ندرس عنهم بالرابع وبالخامس. كان هذا السجان يضربني وأنا أصرخ وأبكي، ويضربني وأنا أصرخ وأبكي، ويقول لي اركعي وأنا أقول له لا ما بركع. ما في شمس. ليه اختار شو؟ أنا وجهي شتت. شتت كمان؟ ما بردت أنا بالليل. ما مسكر أنت، ما بتبرد، ما بفوت هواء. برد العصف. ماذا إذا اليوم منيح من البرد؟ تركزي. تأثرت في شاب اسمه فهد، كان مصاب بعيونه، كان ببكي وبقول لي نضال مات يا نبيل، نضال مات. دخلت أنا على الغرفة هاي، أعتقد هي غرفة البراد أو اللي بسموها غرفة الأموات. دخلت لقيت نضال ممدد، سحبته لبرا. أنا حتى الآن ريحة الدم بتذكرها جيداً، يعني ريحة دم مخلوط بالبارود. شو بدكم أحكي لكم؟ شو بدك أقول لك؟ أنا ما بعرف الناس شو بدها مني. أنت اسألني
وانا مستعد اجاوبك. فكان هو يتذكر برضه يقول لي انا لما انصبت نبيل انا شفت ايدي كيف كانت تلعبط. اقول لك مثلا سمع هي ما انشهرت كلها او ما انشهرت كلها كانت تلعبط ضلت معلقه بعصب يمكن او شغله هيك. اول ما انصبت التحشت بالشارع كانت معلقه بعصب بس شلتها حطيتها على كيس رمل انا. كدو صديقتي تشتغل بالصالون اللي تحت من سكان تل الزعتر سابقا الا اخ شهيد ولا اخ راح اجره. بتجيب لي احيانا كنافه واحيانا مناقيش الصبح ولما ما بتجيب لي الصبح بتهرب الظهر من الشغل بتيجي لهون. قولي انا وقطع كتير بس طيبين طيبين بس باردين صح لك جزء تعمل قهوه بعد ما استشهد بابا وطلعنا من الزعتر شفت اني يعني شفت المنام اني رايحه على الزعتر قال وبعدين قال ما في شيء ابدا لا في اكل ولا في شيء ابدا كله مدمر قال احنا عندنا بيت هيك خراب بالمره ما بيسواش هيك عم اقول لامي طيب بدنا نولع الفنار كيف بدنا نولع ما فيش ضوء ولا في كهرباء ولا شيء عملت لي شو بدي اعمل؟ قلت لها كاز ما في ومازوت ما في. قالوا قال بابا نايم جوا. ولا بقول لي شو اشبك؟ قلت له طيب ما بدنا كاز كيف؟ اروح اجيب من عندهم؟ قال لي لا ما تروحي. فاذا رحتي يمكن يذبحوكي خليكي هون. جوز اشتهد بالزعتر. كان بالاول يشتغل بترمبة بنزين وبعدين لحق العمل الفدائي. لحد هاي الايام من يوم من صار العمل الفدائي وهو يشتغل فدائي يروح على الارض المحتله. والله كان جريح بالزعتر واستشهد بالزعتر. بشرنا احنا طيب يعني انا لمن ما طلعت ما مرقت عليه ولا شفته. بعدين بعد ما فتشنا وخلصنا رجعت شفت ابوي بالمنام مره ثانيه عم قال لي سمعت شفت امك راحت على سوريا وبرمت قولي لها حاجه تبرم. وبعدين قمت انا قلت له وين طيب قلنا وين عم انا مش عندي لو عندي كنت انا قلت لكم انه عندي عشان اطمنكم الله بيعلم. على كل حال اسالي واحد اسمه حنا الدحدولي يعني بهيك مش عندي وين يعني يعني بالآخر. اربح مع كانت جولدن لايت. مضيفات كانت جولدن لايت تجوب المناطق اللبنانية لتطرح عليك بعض الأسئلة. أعطي الجواب الصحيح للمضيفة حين تستوقفك واربح هدية شيقة. مفاجأة أخرى بانتظارك إن كنت مزودا بعلبة من سجائر كان جولدن لايت. للمزيد من التفاصيل تابع إعلانات كان جولدن لايت بالصحف المحلية. وقد استقبلهم على مدخل القصر مدير المراسم في وزارة الخارجية السفير جان رياشي وصافح كل من الأمير سعود الفيصل والشيخ صباح الأحمد الصباح. وطبعا كان معهم كما ذكرنا في البداية وزير الإعلام الأستاذ ميشيل أوتي. وقد دخل الجميع إلى القصر. فبعد ما خلص الاجتماع هذا لهم طلع الشيخ زايد وطلع مع الملك خالد وطلع يعني عدة رؤساء عرب وعدة وزراء فطلعوا. فكان في صف كبير هيك من الناس واقفين. فبلش الشيخ زايد يسلم والملك خالد من بعديه.
فبلشوا يسلموا ومر اليماني والعتيبة وصاروا يسلموا. فأنا كنت واقف مع الصف، شو اللي وقفني مش عارف، المهم كنت واقف بهالصف ومن ضمن هالناس اللي واقفين يعني. فبسلم على الشيخ زايد، مرافق خاص يمكن للشيخ زايد بيتهيألي، بقوله للشيخ زايد هذا فلسطيني، أنا ما بعرف لهالشخص هذا اللي بقوله إنه عنا أنا فلسطيني، اللي بقوله هذا فلسطيني. فوقف الشيخ زايد نظر لي نظرة يعني ما كنت عارف إيش مغزاها، المهم نظر لي نظرة هيك يمكن ما قدرت أفسرها ولحد الآن ما أقدر أفسرها. مرة حلمت إني أنا عاملة انقلاب. أول إشي بدنا نعمله إنه نحتل مبنى المخابرات. رحت حتى أكتب البيان ألاقي ورقة كبيرة كتير كتير كبيرة، والألم كبير كتير كمان. ما أشوف حالي غير كاتبة بخط عريض كبير كتير من أجل الديمقراطية، بس شفتها كبيرة كبيرة هيك والورقة كبيرة بتدوخ قد ما هي كبيرة. وحملت هالورقة بدي روح أولى بالإذاعة، بدي شد على حالي تطلع هالكلمة ما تطلع. بلشت أعصب وبلشت أختنق إنه بدها تطلع، بدها تطلع يعني، بدي أحكي، بدي أقول إنه اللي كتبته وليش الانقلاب على الأقل من أجل الديمقراطية تطلع. ما طلعت معي، ما طلعت يعني. بمكتب بالحرش، المكتب فاضي، فجأة بيطل أبو الرائد بوجهي لابس طقم، بعمره بحياته أبو الرائد ما لابس طقم. قلت له يما أنت متت؟ ما رد علي. قمت أنا من عن المكتب وصرت كزر أنا وياه بقلب المكتب لأبو الرائد. صرت أنا وماشي أنا وياه صور معلقة على الحيطان بقلب المكتب، صرت أمشي أنا وياه وأبع الصور بس بطريقة إنه ما يحس إنه صور معلقة على الحيطان حتى ما يتضايق. شفته مرة إنه جاي لعنا على البيت، فيش حدا بالبيت، قال عنا زريعة. قام قال لي هالزريعة منيحة اللي عندكو، وين أمي؟ قلت له أمي بالدامور. قال طيب أنا أجيت بدي أتحمم. قلت له طيب هلا مسخن لك ماء وبتتحمم، هقعد يعني ارتاح، إذا بدك تاكل أطعميك. قال لي لا ما بدي أكل ولا تعمل شيء أبدا، بس هياني رايح ولا لأمي أنا واصل وراجع. قامت راحت لجنبه لقت حد أولاد، شميت ولد صغار ملفوفين بشاش أبيض وعم بكاغو.
عمي قامت قربت شوي لقيت حدهم مرة عم بتطعميهم، قامت أخذت محمد وراحت هي ومحمد، طلعت هي ومحمد على الدامور. هناك بالدامور كان كل ما يفوت، كانت الكهرباء مقطوعة والمي، كان كل ما يفوت محمد على بيت دغري تجي الكهرباء وتجي المي. شفت مرة نزار بالمنام، قلت له لوين رايح؟ قال لي هي أنا راجع. وطيت وربطت له الصداق وقمت بسته وراح. ما حسيت إلا هالباب يندق، قمت أنا فتحت هالباب ولا هالزلمة طويل راخي دقنه أسمر لابس أواعي كاكي شوية بزفتين. إيه والله. من قال لي قلت له تفضل، قال لي شو ما عرفتني؟ قلت له لا والله ما عرفتك. مين حضرتك؟ قال انا ابو خالد عبد الناصر. من قال ابو خالد عبد الناصر جيت عادة صرت ايش؟ ابوس فيه ويبوس فيه. قلت يا ربي طيب شو عبد الناصر شو كان يشتغل بكراج ولا شو بهالاواعي هاي؟ قلت له عشو بتطلع يا حاج؟ قال لي بطلع فوق على شايفتي. قلت له شو شايفه انا؟ قال لي مش شايف الخيل اللي بالسماء وراكبينها جنود. طلعت انا قلت والله صحيح، طب كيف راكبين، كيف الخيل ماشي بالسماء وراكبين عليها جنود وطايرين؟ وطايرين. شوي بشوف انا انتهت، نزلوا الخيل على الارض تحولوا الى ديك اخضر وديك بني، ديوك مثل كيف ديك الحبش الكبير هيك مثلهم، بس واحد لون بني واحد لون اخضر. كل الخيول هيك ازرق ديك واحد. لا مش اخضر، ازرق الديك هيك بلمع بصير كيف على زراء. ونزلوا على الارض وبلشوا يتخابطوا مع بعضهم، بلش كل ديك ينط على التاني وها نازل خبط في بعضهم خبط في بعضهم. صفنت انا كيف يعني كانت خيل بالسماء وجنود عم يتحاربوا ونزلوا على الارض صف الديوك وبتقاتل مع بعضهم. قاعده عم بحكي انا بحكي مع الرجل قال لي زي منك شايفه يا بنتي هذول عم يتحاربوا حتى نحرر فلسطين، مثل يعني قبيل وهابيل. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ونؤمن فيه. ربنا لك الحمد والشكر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ونؤمن فيه توكل عليه ونسأل التوبة والمغفرة والمسامحة نجاتا من النار ديني والدين والد والدين جميع المسلمين وأنت سميع كريم جدواتي يا رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في ليلة من الليالي هيك بشوف حالي نايم أنا بالنبطية، هيك بشوف حالي بالنبطية مسلم مكتب بنام. شوي بيجي أبو عمار بقول لي يا أبو غالب بدي أنام، بقول له تفضل نام محلي. بقول لي لا ظلك نايم بنام جنبك. بقول له تفضل. بنام جنبي. شوي هيك بيجي أبو الزعيم بقول مين هذا اللي نايم جنب هالاختيار؟ بقول له أنا أبو غالب. بقول لي قوم 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 خليه يرتاح الاختيار شوي. باجت أنا أقوم بيجي أبو عمار بقول لي لا خليك نايم أنت حق مني بالمنامة. روح الله يسهل عليك بزعيم، روح روح مع السلامة. ولا العم أبو علي بنفسه في لباسه لابس الفلد والحطة كيف لابسها كان يجي علينا بالضبط. قال أنا واقف كمان حرس ولا مصباح جاي في الأول. مين؟ قال لي مصباح. قلت له روح يا زلمه هسه في مصباح بالليل واسمع اقول له اسكت يا غضيب تعال تعال هسه يذبحك هذا الغضيب. ولا جاي مين؟ قال له العم ابو علي. قلت له وين شان يا عم؟ قال لي يا غضيب هذا انت بعدك طيب؟
فقلت له والله يا عمي بدك تموتني؟ قال لي والله يا غضيب ما يصير النصر غير على يدك. راح احمد يلتقي بضلوعه ويديه، كان الخطوة نجمة، ومن المحيط إلى الخليج، من الخليج إلى المحيط، كانوا يعدون الرماح، وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز. أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله. ومن الخليج إلى المحيط، من المحيط إلى الخليج، كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة. لم يكذب علي الحب، لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد، والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي يا أحمد العربي. لم أغسل دمي من خبز أعدائي، ولكن كلما مرت خطايا على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة. كلما آخيت عاصمة رمتني بالحقيبة، فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار. كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر، آه من حلمي ومن روما. جميل أنت في المنفى، قتيل أنت في روما. مثل ما شفت والله، من الدكان للبيت، وبكرة الصبح من البيت للدكان. هذه حياتنا وهذا قدرنا في هالحياة، مسافة المترين الثلاثة بس. هذه عشتنا. أتأمل أنه تكون في هناك حياة أريح وحياة استقرار أكثر. إلنا ولأولادنا من بعدنا. غضبي رابط في ممر ضيق بين الخيانة والأمانة، فاحذروا مني. أنا المترنح الصامت، أنا المتراجع العائد، أنا المتهدم الصاعد، وأنا النهار المطفأ الشاهد، من أول الصحراء حتى البحر.